يا الله. السلام عليكم متابعينا الكرام. خريطة 100 متر للي يحتاجها مع الأبعاد. راح نبدي من الغرفة الأخيرة بالنسبة للقياسات. خريطة من أجمل الخرائط، واضحة أمامكم. نبدي بالغرفة. الغرفة 3.5 في 4.5 صافي. الحمام صف الغرفة. الحمام 2 في 1.5 2 في 1.5 وهذا سردولان من الغرفة. أرجعكم شوي لورا. الحمام صف الغرفة وبصف المكشوفة. هذا هنا مطبخ راح يصير. هنا مطبخ. هاي المكشوفة 2 في 1.25 هذا بالنسبة للمطبخ. كثير من الأخوة يخلون المطبخ في دولان راح يصير قبالها. هذا الدولان طبعا مطبخ الحمام العفو. وهاي المكشوفة والحمام مثل ما قلت لكم 2 في 1.5 2 على طول الدولان 1.5 عرض. هذا هنا يجي عندك المطبخ. أغلب الخرائط بالمية يسوونه صالة. هاي هنا صير، لا هنا صار المطبخ بهاي الخريطة. والصالة هسه راح أشوفكم إياها. طبعا المطبخ راح يصير 4 عرض في 4.5 صافي صافي. نجي هنا على الصالة اللي هي مفتوحة على الاستقبال، أيضا 4 صافي في طول 4.5 صافي أيضا. والدرج هذا قاعد بالصالة مثل ما تشوفون. هذا الدرج مثل ما قلت لكم. هذا المطبخ، ذاك الحمام والغرفة. هنا عندك الاستقبال مفتوح على الصالة. الاستقبال 5 طول 5 في 3.75 سنتيم 3.75 عفوا 3.75 سنتيم عرض. وهذا دولان مدخل للغرفة. هذا يعتبر مدخل بالبداية صاير، باعتبار هنا راح يصير باب خشب. هنا راح يصير باب خشب يقطع بين الاستقبال وبين الصالة. وهذا الدولان هنا راح يصير تجي منه. راح يصير عندك هذا حمام خارجي وتواليت مشترك. هشوفكم الطابق الثاني. هذا الطابق الأول مثل ما قلنا، استقبال، صالة، باب خشب بين الاستقبال والصالة، عازل، مدخل يعزل البيت عن الضيف. هنا عندك الدرج هذا والصالة مثل ما تشوفون. عندنا هذا مطبخ، آسف شوية، هذا المطبخ. وهذا الحمام مكشوفة. الغرفة مثل ما قلت لكم 3.5 في 4.5 صافي. نجي على الطابق الثاني. نصعد الطابق الثاني. هذا الدرج طبعا بالصالة اللي مفتوحة على الاستقبال. الطابق الثاني مثل ما واضح أمامكم أيضا راح يصير صالة فوق صالة. هذا مكان الدرج. صعد هيك الدرج. هاي الصالة الفوق الاستقبال صارت هاي الغرفة. هذا الديكور طبعا راح يصير ان شاء الله من يكمل هم اراويكم اياه. هاي بالنسبة للغرفة الفوق الاستقبال. وهذا الديكور مال الواجهة الخارجية. هاي بلكونة فوق المدخل الجوه. هذا بالنسبة للطابق الثاني. صار عندنا هاي البلكونة بالنسبة للمدخل اللي كان جوه بين الاستقبال وبين الصالة. درج مال الطابق مال السطح العفو. هذا هاي الصالة. هنا سوينا الصالة مفتوحة. هنا سوينا الصالة مفتوحة. يضحكون عموالي. الصالة مفتوحة باعتبار هذا هنا كان مطبخ بالطابق الأرضي. هنا كان مطبخ فخليناها كلها صار الصالة. فصار الصالة ضخمة. وأيضا سوينا حمام ثاني هنا فوق. هاي الصالة فتحنا هذا الضلع. راح نسوي ديكور هنا للدرج. هاي صار صالة كبيرة. صارت غرفتين، غرفة بالوجهية فوق الاستقبال. وهاي الغرفة الثانية اللي هي فوق الغرفة الجوة. أيضا 3.5 في 4.5 والحمام أيضا نفس القياس. نفس القياس مال الجوة. وهذا ذبة الدرج مال الطابق مال السطح. المواضح أمامكم.
هذا بث درج الصالة. قلنا استغبار صالة والمطبخ صار على جهة الغرفة. هاي ذبت الدرج بالمواضحة أمامكم. تجي للبيتونة هاي البيتونة مثل ما واضحة بيتونة كبيرة سويناها كبيرة حتى يصير مخزن. وهذا السطح البيتونة ما وصلناها للأخير خلينا ممر بيناتين. هذا السطح مثل ما واضح أمامكم وبخدمتكم. بالنسبة للقياسات وضحتها أنا خلال الكلام وشرح الخريطة وأي شيء تحتاجوه أنا بخدمتكم. تحياتي واحترامي لكم أبو رضا العبادي.